كده. طيب كل واحد شاف العملية بتاعت البروجكت، شاف الفيلم بتاع الدكتور كده عن الدكتور، صور الحاجات دي في البروجكت بتاعت المدينة يعني، وممكن تشوف حاجات على قدامك. نعم فوريدا شاف عمليات الضغط برضه، بيقول له عمليات. المهم كان ممكن تجي لك شغلانه فيها سخون، زي مثلا المثال اللي عندي محبس، المحبس فيه بلاش سير، بلاش سير دولة ممكن تلاقي فيهم أربع حرم، تلاقي فيهم ستة، تلاقي فيهم ثمانية، وتلاقي فيهم 12، يصوروا 20 خرم دق. طبعا الخرم بيعملها على المصطفى، طبيعي لا يعملها على المصطفى. ممكن نعملها على متن السي ان سي ممكن، بس لو قارنا تكلفة الساعة السي ان سي كام؟ تكلفة الساعة على البريل كام؟ فرق رهيب. يعني إذا معناها لو قارنت على السي ان سي تكلفة هتبقى مش رهيب هنا. حل. إنما إحنا بنعمل حاجة اسمها جيب، كل حاجة كانت موجودة زمان. ماده اسمها جيك اند بيكشر، كانوا بيدرسوها جماعه بتوع انتاج، يعني يخففوا المناهج كده وهي بلاغه هتيجي على دماغك. التخفيف ده حاجه على دماغك سيدتك خلاص، لان الجيك ده شيء مهم جدا. يعني الراجل بيعمل 2000 محبس، هيقعد مخروم يشكرها كل مره. طب اخلص امتى؟ مش هخلص. لا نعمل له حاجه اسمها جيك، نحط جوه الجيك كده العامل، يا رب تجيب عامل من بره لمصر يا موسى، ما نفهمش حاجه. انزل خرج بس تك 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 اهو، واطلعوا بقى ايه بيتش سيركل 100 100، وتقوم 100 100. الكلام ده بيهمنا ايه؟ لان المحبس هو بلاشتين، يجي لك الماسوره بالبلاش، بصورة ناحية كذا بالبلد. لو العملية أي كلام فاضي ممكن تيجي تدخل المسمار من الفرنشة بتاعت الماسورة عشان تمشي مع الدور بتاع الميل بتاع المحبس من صين، مش هينفعش. لازم الديفيجن اللي بيدولك ما بتعداش منه، الديفيجن لا يتعدى من الدور كلها. طبعا كل زمان بتدرس حاجة اسمها جيت ده، كان بيوفر في عمليات التشغيل على الماكينات، وبيعمل لي انتاجيه عاليه، بيعمل انتاجيه عاليه، دقه عاليه، كل ده تتبناه في الفيلم. في عمليات السقف الراجل ممكن يعمل سكوب بيقول عليه بلايند هول. يعني ايه بلايند هول؟ حتى عارف ايه بلايند هول؟ مش نافع. السكوب ده بلايند هول. مش نافع. ده انا اعمل، ما المقصود بكلمة اعمل؟ مش نافع لحد اعمل. مش نافع. مش نافع. يعني لما واحد يعمل توك كده، وقال التوك كده اهو، اهي الكبيرة المؤشر، ده مش مالها اهي. المقهر بيبعت لك. التوك ده لما كان خدك ده اسمه بلايند. يعني طوق باللغة البرشلية مش نافع، طوق مش نافع. وممكن تاني يعمل واحد طوق تاني كده كده اهو، وقاعدين عشرنا. لا بس ده سلول، ما المقصود بكلمة سلول؟ يعني ده طوق نافع مفتوح، طوب يعني شويتين نابل ومفتوح. طبعا ده عاوز تجهيز، وده عاوز تجهيز عشان تقدر تعمل الكوبين دول بطريقه صحيحه او بطريقه غير اللي هو سلم. عشان تنفذ عمليه الصقر الترجي ده يا باشمهندس بطل، تستخدم بعد سنه بطل. يبقى انت عاوز تشوف بص
ماشي. بص بالنسبه لعملك يا باشمهندس، هنا في جزء كبير جدا متصنع قش بس للاسف. وفي جزء لا باس به غير ان نرتب له سنتر بايك. طبعا الطرق زي ما بقول لكم عارفين، يعني البطه مثلا كده في طرفين قد كام، حتى قطع كده مش موجودين. تو كاتنج بيبقى ليها حدين قاطعين، يعني كاتنج ايدج اهو واحد، ادي واحد اهو، ويا باشمهندس ادي الثاني ده الكاتنج. طيب ايه كمان؟ الزاوية دي ليها قيم كبيرة طبعا. هذه الزاوية اللي بيسموها الليد انجل، الزاوية دي بيسموها الليد انجل، قيمتها بتعتمد على نوع المعالج. طبعا الواحد بيخش شغلنا دماغه كتيرة بالستيل وكمان الكاست اير، مضبوط بتبقى 118 طن. لذلك انت وقت بترسمها في اللوح بنعملها كم درجه للشغلين؟ بنثبتها على انها 120 درجه، بتثبت على انها 120 درجه. وطبعا في المواد اللي هي زي الالومنيوم فاذا ممكن تبقى 90، الزاوية ممكن تبقى مش بقى 90 بقى. كل الماتيريال الريزستنس بتاعته بتزيد، تلاقي الزاوية اللي هي بتتطور، تلاقي الزاوية بتكبر، تلاقي الزاوية بتكبر عشان التون تقدر تقاوم الكاتنج ايه؟ الكاتنج بوز، تقدر تقاوم الكاتنج بوز. ايه كمان عندنا من ضمن المعلومات اللي احنا عاوزين نعرفها في جناب الشات؟ الشات عندنا في منه برضه نوعين. وما هو المقصود بكلمة الشات؟ الشات أنا أقصد بيها إن أنا عندي جزء، آدي الشات أهو، الجزء الأمامي في الزاوية اللي قلنا عليها إيه؟ كده؟ طبعا دي عندك يا باشمهندس الحلزون اللي هي وخلاص، وبعدين جاي لك حته كده وعامل زي ريسيس صغير، وبعدين جاي عامل لك الام او الشاد ده عامله مسدود. طبعا السلة دي المعروفة عندنا في السوق بالمورستر، سلة المورستر. انت بخلي الشق كده مسلوب، بالشق انت بتخليه مسلوب، وانت بتخليه عجل، وانت بتخليه يا باشمهندس عجل. يعني البومبة دي مشان لا ده عجل، انما الشاك هنا مالها مش دي بيبر مسلوب. طبعا في السايزز الكبيره حاجات دي موجوده في اللارج سايزز، اللي هي المقاسات الكبيره، يعني 5 سم 6 سم 8 سم، انما المقاسات 10 مللي 15 مللي لا، الشات هنا بيبقى مبلغ مش موجودين عندنا. لما اجي اعمل كلامبنج، هل الطريقه دي زي الطريقه دي؟ طبعا لا. الكلامبنج هنا الراجل بيستعمل شق ظرف
ثلاثة لقط بريدو ضرب ثلاثة لقط وبتربط طبعا لما كلكم بتشوفوه في مفتاح الضرب بنربطه على العمود استنى ان المفتاح بيدور بيترجر عن طريق الركبه الشق طب وهنا ما ينفعش الشق لان الشق ما يقدرش يقف على ايه؟ على المسلوق هنا بقى باشمهندس ما بيبقاش في الشق انما بيقول لك ايه يا ابني هنا؟ يبقى السبندل نفسه السبندل نفسه اهو عامل كده دايما السبندل وعن الجوا تيبر سيت وطبعا التيبر دي مربوط بيه مثلا موريس من البوب اللي هتركب هنا لازم برضه هي كمان تبقى موريس كامل مش مهم بالزنا ليه؟ لذلك لما بتيجي تشتري البوبة الراجل في بالك يقول لك المتابع عندك موريس كامل لانه في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه وفي خمسه طبعا كل رقم ما بيعلى معناها حجم المكان مالا مستوردين بيكبر معايا حجم المكان مزيد معايا هل هي معموله كده وبس؟ لا طبعا فوق هنا هتلاقي عامل لك مجرى في عامل لك مجرى مبسط مجرى يا باشمهندس مبسط الحته دي بالظبط عامل لك مجرى مبسط طب هو عامل مجرى مبسط دي ليه؟ لأن ابن مسلوب آخر المسلوب عمل لك حتة كده وبرضه المجرى دي متبططة خلاص مش مدورة مع البلد دي مفتوحة مفتوحة من الجنبين لما تيجي تركب دي كده تخلي الجزء الأزرق ده يخش الجزء الأزرق يخش جواه طبعا الكلام ده بتعمل له ايه؟ وبنقتل عليه ايه؟ عشان لما تيجي تعمل عمليه تبديل ممكن تدخل البنط كده في الارض تخش تخبط زي معروفه كده السايبر تخبط مش تخش بتفضل تلفها رغم خبطه كده وفي الاخر طبعا عشان لما العمود ده يلف يبقى سيادتك في البنطه تعملها بنط تاني عشان يبقى باين اللي مركبها مضطر يحصل لها ايه غصب عنها تضطر هي كمان تبتدي تلف معاها يعني بالضبط مثلا كده هنا اهي بص حته من السلك داخل جوه هنا اهو وبعدين التيبر لابس التيبر اهو وبعدين ادي البومب عندك طلع معاك واحد يا باشمهندس هذا الشكل بالمنطقة ومنما بينك تحصل ايه البطة دي غلط عن عينها غلط عن عينها طيب من مالي احب اطلب البطة لان انا بعد ما اتقفت نزلت كده ارفع العمود ده طلع مع العمود طلع وطلع خرج مسلوب بمسلوب صعب يبقى لازم اعمل له ايه عشان اطرده بره بنيجي نبص في العمود كل الاعمده بتاعت المتاعيب كلها تلاقي العمود ده عامل ايه؟ بتبص هنا كده عند العمود ده كده 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 مثلا نجيب وش برضه اهو عمود اهو كده كده وجايب حته احنا المجرى عامله ايه اللي بيبان من المجرى دي؟ اللي بيبان من المجرى دي يا ابني النهاية اللي هي دي بتاعت البنط تعمل لك اللون الاخضر برضه عشان يبقى متوافقين معاها يعني دي جاي كده بص بتاعت لك وبعدين نبدأ جوه
المفروض تلسهم ده وبعدين طالع بره ومنزل في الحته دي وبركب الوجه. الوجه ده شكله يا ده بنعمل الوجه دايما موجود جنب المكان المنطق جنب البقاله. هتلاقي الوجه ده جاي لك عند العين من فوق ومسلوب بالمنظر ده. ولما يمسك الوجه ده ويحطها هنا تخلي بتاعه طب هنا طب دقيت عليها هتعمل ايه بالبنطه دي؟ هتقوم زقها مخرجه. كل اعمده البنطه كلها بلا استثناء لان الحاجات المجرى دي والغرض من المجرى دي ان انا بطلب فيها البنط اللي انا بعمل فيها عمليه الاستثناء. انا البنط ده دايما النوع ده يبتدي ضرب شانك الشانك بتاعها مش الشانك بتاعها حلو لان الشانك الحلو ما بتركبش الخبايا لازم اركب لها ايه؟ ضرب ثلاثه لوك. الضرب لما اجي اركبه يركب زي المرمي زي الضرب يركب زي مين مش مهندسين زي ايه؟ تركبه برضه حاطه كده تبقى بالظبط الظرف حط الظرف وبعدين تربط حاجه. طب دي من ضمن الحاجات المفروض نخلي بالنا منها يا ابني انت. بصيت كده بالشكل صفحه نور صفحه ايه 283 فيجر قدامك 210 طبعا واضح ان الشكل قدامك ده نفس الشكل ده نوع ايه؟ فيبر ولا عيب ولا عيب؟ هل نوع نوع ايه؟ نوع فيبر نفس الفيبر. طب واحد جه سن الزاويه غلط. عارف منين انها غلط؟ واحد عاوز بعد ما يسدها يعمل تشيك على طول. يعمل جيتش؟ عاوز يعمل تشيك الزاويه صح. لان لو الزاويه غلط تلاقي بعد ما تخرج من الثوب تلاقي الثوب من تحت هنا مرايش. اول ما تلاقيه مرايش فلا خبره لا تقول له ايه؟ لا روح سن الثوب لان الثوب مش مفهوم. طيب نعمل ايه يا باشمهندسين عشان نظبط الزاويه ما بين 120 درجه؟ اعمل ايه؟ لا لا صعب قوي كده؟ جيتش يا دكتور؟ عملها جيتش. يعني ايه جيتش؟ تجيب حته صاره 8 مللي سم قال يا عم مش طبيعي شنكر واعمل الزاويه 60 كده 60 كده يا عم مش وتحط بسك ايدك ليه وحطها يا باشمهندس على البنطه اذا لقيت ارفعها تمر كده مضلمه بس ده صح ولا غلط؟ ده صح منوره لا يبقى مش مظبوط. ما معنى منوره يعني مش تكامل مفيش تطبيع كامل معه بطريقه بسيطه سهله. وطبعا الدرونين طبعا مستوى ما بيكلموش طاقه هم بيعملوا له طبعا تاخدها روح على الجاب سن سن ويبعد قال يا عم شوف الزاويه لان انا بعده سنها وزاويه الضغط مش جاي حصل. الكلام المطلوب في صفحه 210 درس الكره قدامك واضح منهم اثنين فايز بتفسر لك ايه يا باشمهندس؟ بتفسر لك الزاويه بتاعت الضغط وتجيب لك الباراجراف بتاعك ودور تجيب لك فيه الزاويه المفروض تتفرعها من بين ثالث انجل 2 5 بين 90 و 110 120 للكاست اير والزهير وللحديد الصلب اما 90 للالومنيوم. بيت المعادن طبعا جايه ما بين مين وفي البيت بين ال 90 الى مين يا باشمهندس هنا الى ال 120 ال 120 نقلب تحت كده مش مهندسين الورق اللي عليه دي لان 384 هنركز عليها يا مش مهندسين الريمر. هنركز على الريمر. ايه الريمر بقى؟
حد سمع عنه ولا ما حد سمع عنه خالص؟ رد علينا خالص. حد سمع عنه ولا ما سمع عنه خالص؟ اللي هو البوم غول اللي بقول عليه البوم الرياضة. الرياضة بقى بيستخدمه في عملية نهائية. يعني انا مثلا عاوزين نعمل طف بص كده باي 20 اتش 7 وجالي شغلانة تانية باي 20 باي 20 مش محتاج ريم ما نعملوش ريم على طول اجيب له بضع 20 قلم خلاص بير مفيش اي مشكلة. يعني لما الراجل يعمل طف قلبت فيه مسمار دايما الثوب اللي بيعدي المسمار يعني لو المسمار تم 10 يبقى بعمل الثوب قد ايه يا باشمهندس؟ لازم الثوب الديزاين 10 10 ونص يعني 10 يبقى بقى بين البعض في مللي او نص مللي. لا انا مش محتاج ان انا نعم اعمل الكلام ده كله. طب يعني لو نعمت يعني المحبس او القصه لا مش هتقول لك فلوس فلوس. كلنا بندور على نعمل منتج باقل التكاليف عن طريق ان انا لا مش محتاج ليه خلاص انت جيب لي بنط 20 انزل بيها خلاص عليك. انما لو قال لي اتش 7 لا بقى عفوا بقى لازم اعمله ايه؟ بدل اتش 7 في الحاله دي معاكم جداول معاكم جداول دي موجوده في المذكره. خش على 20 شوف هتعملها على كام سنت. مطلوب تعملها مثلا 2 سنت 3 سنت واخر مرحله كان يعني ممكن تطلب بومبه لحد 19 و7 و10 ما هو لازم لو احنا قبليك سنتر 3 من 10 من المللي 3 من 10 من المللي بشيلهم بيها باشمهندس برلي وده عشان يديني استداره كامله لان ساعات البومبه طلع لك الطرق بيضاء مش سم بقى سم مش مطلوب. وطبعا بلاقي انه بعد كده بنزل تغليمه افضل استداره كامله ومع صفحه مع عين جدا. تغليمه دي منه تشتري تشتري في السوق وتديني غليمه 20000 بالاساس. في ريمرز ادجستبل لا معنى يعني بيظبط بيتظبط وبيبقى عباره عن الريمر ده زي ما انت شايف سيدي بصفحه 384 هنا 212 طبعا واضح ان بيبقى عباره عن اسلحه علبه كده سنانه علبه سنانه لا مش كوانتين علبه الادجستبل ده بيبقى جواه كده في كون ده المخروط وكون مربوط عليه وكون يطلع لفوق وبيحصل لك ايه في السنان دي تبعد عن بعضها. بعد كده اجيب الميكرومتر واقيس القطر بالظبط بتاع 20 اتش ايه يا باشمهندس لو ادجستبل لو بعمل ادجستبل بالظبط ممكن تلاقي ادجستبل بيدي لك ابعاد من زيرو ل 25 اللي بعديه من 25 ل 50 اللي بعديه من 50 ل 75 انصر يتباع كده كريس يتباع مش كتير ده انا كريس فاما بيجيبوا صلب يعني ده بيجيبوا ممكن صلب هتجيبوا صلب يقول لك صلب دي مثال لما ارشاد فضل يبقى لازم بقى تظبطه وبعد ما تظبطه لازم اقيسه بالميكرومتر لازم ارجع اقيسه بالميكرومتر على اطمئن ان البعد اكبر قطر كبير هيبقى 20 وتبقى طبعا الصلب بتلاقي اسنانه عدل انما الادجستبل ايه واخد مخروط واخد شكل مش مخروط يبقى ده
عندنا تتكلم على النحو. وطبعا موجود كتاب الكريم اهو بشكل 212 عندك ال 4 وعندك ال 2 بيبقى فيه مسابقه خفيفه، لما ال 3 بيبقى الصح عدل طبعا في الزوايا بتاعته دايما باين قدام كده بسبب الارض او الدين او المكان. طبعا بيتر كان قاتل الانجل، وطبعا الحقبه دي اللي لم تسميها 52 انجل والجامعه دي اللي هي الزاويه دي ما تسميهاش دين تبرك. طيب ايه اللي عندنا بعد ذلك؟ عاوز اوريني دريلنج ماشين، ايه انواع دريلنج ماشين. قبل ما اتكلمنا عن دريلنج ماشين نروح كلنا صفحه 289 389 ولا لا؟ خلاص ايه بقى الموجودين بشكل ايه؟ موجودين بشكل ايه دول؟ بيسموهم يا مش والدين سنين. ايه اسمهم سنين؟ اللي قدامك دول اسمهم يا مش والدين سنين. وفي عندنا حاجه ثانيه اسمها سكر. سكر. ايه حكايته من دول؟ ولاد المشتريين وحكومة المشتريين. لا انتوا اللي رجع لهم. اه بصوا بقى هل يا سيدي مع الاسفلت اللي عندنا اهو كده سبندل اسمع معايا سبندل بتاع المدينة المدينة ماشي جت الفرقة دي جيت تركبها في الفراغ الداخلي اهو جيت تركبها في الفراغ المسكين ده هنا لقيت البطه جوه بص بلوك ده يعني ايه بقوه ولا بالشمال؟ يعني ابعاد الفراغ ده اكبر من الشمال اكبر من هنا والدين يعني المهم السنه مش ماشي مع الموز. قلت له لا نقوم جايبين السرير. جايبين لنا مش واخدين السرير. وجايين على السرير ده مدخلينها جوه مين هنا مش واخدين؟ هقوم مركب السرير جوه كده كده. ايه؟ جوه هنا كده. يبقى انا دلوقتي خليت السرير دي تتمشى مع الشمس هنا هتركبها جوه السرير. طبعا السرير كلها قدامك اهي، السرير اهي قدامك. فانت تلجا للسرير، تلجا للسرير لو المورس جوه السبندل اصلا اكبر من الشان بتاعت المنطقه العوده. قوم جنبها وطبعا هو طبيعي جدا مجموعه السليب دول حلو انا شايف مجموعه السليب دول اهو في واحده صغيره اكتر اكتر اكتر. طبعا الاساس مختلف يعني الاوليه ممكن تبقى مولس واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثه بعدين اربعه خلاص. فدي اسمها ايه يا اخوان دي اللي هي ايه؟ السكر. السكر دي بتصدرنا لما ايه؟ لما جيت اركب الحوضه لقيت الفراغ اللي هو الاسبير من اوسع من اللبينة مش مهندس اوسع من الشانك يقوم مركب سليم. طيب عاوز يقول لي ايه كمان الشكل دي؟ لا ده بيتر خلص بيتر يربط في تشاك اسد تشاك يربط بالظبط بس الظرف اللي قدامك هنا الظرف ده الشد بتاعه اللي هو ده عمل ولا مسلول؟ مسلول الشد ده عمل ولا مسلول؟ مسلول بيطبع عليه نفس الكلام. جيت تركبه لقيت الشد بتاعه واسع الفراغ اوسع يبقى لازم تركب ايه بالعالم ايه؟
برضه لازم تركز، لازم تركز. يبقى انا لازم اركز على السليب، يبقى ببدا بالسليب دايما. لو الفراغ جوه المين سبندل ماله اوسع من الشان بتاع الشط، او اوسع من الشان بتاع البنطه اللي انا حاططها. قال لي فايده السليب، وكل دول اللي هم ايه؟ كل دول سليب زق. بعض الناس واحد كلهم ولا مقاسات مختلفه؟ طبعا دي مقاسات مختلفه. طيب هما فين بقى المجموعة الثانية اللي سميناها سكر؟ هتقولوا عايزين لك سكر الحال يا ولد، أنا شفتها موجودة وكل شيء. لا موجودة سكر الأرجوان موجودة فقط 18، المكتوب عليها بخط إيه؟ فوق 18. أيوه أيوه وكويس ان حاطط الاثنين جنب بعض، حاطط الاثنين جنب بعض عشان تشوف. ها ده بيعمل دي ودي سليب، انما اللي جنبها دي سكر. مكتوبه فوق صفحه 18 بخط ليه؟ 18 بخط الايه؟ مكتوبه فوق صفحه 18 بخط الايه؟ لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ اهي صفحه ليه؟ اهي بيقول ايه بقى؟ اللي على رجلك الشمال فوق فيجر 12 دي السليم، اما اللي على رجلك اليمين فيجر 12 دي السكر. اظن كل واحد فين السكر كده بس عكس السليم. يعني ايه عكس السليم؟ ما مسكتش بنط مدخله في السبندل مش عارف تخش، لان الفراغ اللي جوه السبندل اقل من الترابيزين، اقل من الشنك بتاع المخ. تعمل ايه؟ تقوم مركب السكر. السكر ده هنا في قطر واحد ولا قطرين عندي. السكر من مدرج في حته فوق جايه كده، وبعدين مسحوبه، وبعدين جاي واحده ثانيه اكبر كده، وطبعا من جوه. طبعا المدخل دي جوه السبند لانها صغيره، ودي جوه مين السبند؟ البنطه. البنطه اللي في السرير لو البنطه اكبر من البوريس الموجود في السبند اركب السرير. اركب السرير لو المر بتاع البنطه اصغر من الفراغ اللي موجود هو السبند بتاع لان انا مش معقوله كل مقاس اروح اجيب له مكعب خرب بيتنا، انما بجيب هو مكعب واحد. لما بنلعب بمين بقى عشان نركب زي ما احنا عاوزين؟ بنلعب بالسكر والسكير عشان اقدر انفذ الاعمال اللي عندي كلهم على مكنه. يا باشمهندسين هنا مكنه، واعتقد ان المنظرين باينين قدام زي الفل. طبعا كلكم شايفين ان الفيجر 14 طبعا ده الشط سنتر الدريل الشط، كلها فاهم يعني ايه سنتر؟ يعني المربط البطه بتيجي في مركز الواحد سنتر لوحده، وطبعا باين لك بتاع الفيجر. بص لي بقى الفيجر 13، انت حاجه 13 كان دون عليه دي في الجنب الويتش الويتش اللي بيطلب فيها مين؟ بيطلب فيها البطة أو بيطلب فيها السليم أو بيطلب فيها السكر. الويتش دي أهي دي بيطلب فيها مين قلنا؟ بيطلب فيها البطة بس مش البطة العدة، لأن البطة عدة لازم تشرب. لا لما يطلب فيها الشرب يطلب الشرب أو يطلب فيها السليم أو يطلب بيها السكر أو يطلب بيها البمبة ذات الشنك المسموم. هنا المجرى هذه الموضوع الموجود عندنا موضوع المتعيش. نرجع تاني للكلام اللي كنا فيه.
نكمل بيت الكلام. ودينا عددنا ليه مرة يعني هي بيت كده. ايه اللي موجود هنا ده؟ ايه اللي بيكمل دي؟ منجلة. بيقول لك احد طرق تثبيت الشغلة على المشقة استخدام الفايز. الفايز هي مين يا باشمهندس؟ المنجلة. المنجلة بتتصنع منين يا راجل؟ شفت المنجلة مصنوعة منين؟ من براس مثلا؟ من الالومنيوم؟ من مين؟ شايفين؟ في بالظبط خمس سؤال او في منهم مسكين وفي منهم مسك كبير. في كده وفي كده. الشكل دي اللي تحت ده بخير؟ لا. هو ده اللي انا بصرف عليه اللي اسمه الجد. تحت ده هو اللي اسمه الجد يا باشمهندس. اللي هو بالشكل دي يجيب لك عليها اثنين جد. بيعمل كم خرم قدامك كده؟ بيعمل كم دور؟ أربعة. بيدخله جوه العلبة دي بلاشة مثلا، يقفل عليها وينزل في البطن الكلب دي بتبقى فاهمة، يطلع الأربع أخرام بالسلك المظبوط 100% بلا مشاكل. يعني ممكن تيجي عليك لحظة وتلاقي الدوب ابتدى يحصل له بيضة أو راح السن، تبقى إيه؟ ما راح من السن هذه. نعم؟ الزاوية اختلفت؟ لا، الجلب اللي راكبه دي مش في جلب تحت اهو، كم جلب دول؟ شالوا الكم. الجلب دي حصل فيها تآكل بس بقى بعمر طويل يعني، بقى نعمل له مثلا 300 400 حته ان شاء الله مش هنلاقوا مرة. والجلب دي مصنوعه منين يا حضرتك؟ صلب. الجلب دي مصنوعه من الصلب بس ممكن البنطه وهي نازله تحط فيها ومعمل لها كمان ايه؟ كيس هارد معسيان تمام. ولكن بعد فتره بنعمل تشيك على الاخرام، وصلنا لقينا الاخرام اللي طلع مرحله عن السن، نفهم على طول ان الكيلر دي حصل فيها تآكل وتتغير، كبير متغير، ثم كلام فاضي يعني كلام، انما اقتصاديا هي بتبقى طالعة لك منتجات رخيصة في جدة كبيرة ومطلوبة. اسمه ايه بقى ده اللي هو عاملينه؟ جد. جد ومعنى جد يعني ايه؟ عملية التخليط هنا بتتم مدللة. مدللة مش بتدلعها، لا يعني من خلال دلائل. فعشان كده بتطلع معانا مثلا مش مدلين، تطلع معايا عمليه جدا جدا جدا. بعد نشوف كده انواع المزايا، ايه الكلام اللي بعده كده؟ يعني سكان 336 سيجن سنتر اوبرايت درايفنج ماشين موديل كام؟ 235. ده الاكسترنال فيو اللي هو ايه؟ واطلعها من جوه مدير بقى سميت بوكس من فوق والكلام ده كله. طبعا مش تخش من بوكسات الكلام ده كله، لان الكلام ده مطلوب على البطولات البكالوريوس اسمها ماشين تول ديزاين. هتاخد بقى التصميم الجزء من جوه، تجيب على الاسنانه وتجيب كام ضغط والكلام ده كله طبقا لعدد السرعه، طبقا لعدد السرعه. طيب بيلر 214 ريدر كده راديال اللي بنقول عليه بتاع الدم بقى. حد شافه موجود في الكلية تعب، حد شافه في الكلية موجود والله تعب. خليهم عندنا حاطين بعض، انما استخدام مفيش، انما المعمار ما علينا. فين هنا عندك المكونات طبعا سبعة للموتور اللي بيساعد الارم اللي هو رقم 16 يطلع لفوق او ينزل لتحت. مطور يخلي الارم تنزل ده، ما هو الارم دراعه كل ده الارم، كل ده الارم اهو. المطور اللي فوق رقم 7
مش اطهر يخلي القرن ده يطلع لفوق او ينزل لفوق. تحكم فيه طبيعي. خلاص؟ على الارض مركبين الهب اللي هي اكبر رقم طرف شرق. الهب دي جواها جير بوكس. الجير بوكس ده بيدور لك السبين الرقم في طرف الشرق. هو اللي بيدور السبين الرقم 11. وباقي من السبين الرقم 11 دي المجرى ياها. دي المجرى ياها. شايفينها ولا مش شايفينها؟ السبندر بتاع العمود دايما. طبعا الطاره اللي موجوده قدام سته دي كلها عشان خاطر بتخلي السبندر ينزل بتاع او يطلع لفين السبندر. وفيها عشان كل المجموعه دي تتحرك يمين او تتحرك بشمال مش شمال. 17 دي الكيبل. 17 دي الاسبندر قد ايه؟ طبعا مش الطريقه دي او مش ده يعني مش طبعا الارض ده طوله دي ريال ادميرال 75 سم. يبقى طول الارض كم سم يا باشمهندس؟ 75 سم. مترين مترين في كل طبعا رقم بيعرف لا حد الكتاب كبر معاه كبر. هذا بنتقابل لما نيجي نحطه في الورشه طبعا محطوط تحت خط. ليه؟ لان انا ممكن اجيب شغلانه تقيله جدا واقوم راميها على الارض مش هحطها على التيبل، مش هتاخدها راميها على الارض. وبعدين بحرك الارض لحد ما اجيب المنطقه صادر المكان اللي هكتب فيه بسبب الورق وبعدين كده انزل اخرج. ولذلك لازم احطه جنب حيطه يبقى بعمل حسابي ان الارض ده ممكن يلف معايا 360 درجه. افرغ المكان بحيث ان الارض يلف معايا 360 درجه. وبرضه نفس الكلام مرس 1 2 3 4 5 5 دي على ضخمه جدا واحد صغير. انما رجع بلد ايوه رجع خلاص. ده رجع بلد. ودي النقطة المهمة فيه انه بنقدر نحط المنتجات على الأرض على طول ونخرمها ويحصل. رسالة العملية بدل ما تحطه على الفيلم. بياخد شغل على الفيلم طبعا بياخد شغل على الفيلم. إنما قدام برنامج ده هو مين اللي عمل كده؟ هو ده الراجل. طيب ايه اللي بيعرف بالعجلي عشان نشوف اللي جاي بعد كده نتكلم على ايه؟ بتيجي يا اخوان هنا فيجر 9 78 وسط الدريل نوم اكوليتر اللي هو بيديك الضربه ومكوناتها. عندك بيديك الميد انجل او قصدي ميد ريديل انجل وعندك الحته الزمنيه دي الزاويه الزمنيه بتشيل ميد انجل وعندك الدريل ديامتر وعندك فلور ليمز طول المجرى الحاله الزمنيه البودي وبعدين يديك ورق اللب ويديك شان النقط يبقى ده ستريت ستريت شان. انما المسلوبه بيديك تريبر شان عامل لك الاثنين في النهايه. والله هنا انت العجله اللي ورا مش شايفينها انت غير اللي ورا دي اللسان اللي بيساعدني ان انا اعمل ايه بالبنطه؟ اطردها من السبند. لا اطردها من السبند. طبعا لو بصينا الراجل هتبقى حته كده ظريفه جدا عباره عن بجيب لك عشان بس كاتب عليها ايه؟ بجيبك سانجل يا عندنا مظبوطه زي الفل انما عاوز اكتبها من الاخر. في عندك حته زي عامل دي كده وعامل خطين كده صغيرين جنب بعض وبعدين بقيت كده. ديا شايف الحته دي؟ هل مستوى على قد دي؟ لا هقطع عنها. اوضح يعني دي لو بنت قدامي كان العدله كده اعملها بالقلم. كبير حته العدله دي لو لقيتها جايه لك
حلو كده بقى الحته دي بص واطيه تبقى واطيه حتى لو بصوا مش باش خالص مش بتوع واطيه واطيه سواء صغيره او سواء كبيره هتلاقيها واطيه انا وانا اولى اولى عملت الدور بالمجال بتاعتها كل حاجه فين كل المره فباخد سنه تدريب المره انا خدنا عملي لما يعني قطعنا الدم في العمل كنا بنشتغل بايدينا اكتر من مره يعني اخذنا شغلنا كله دي كانت كلها اسمها المعاهد الصناعيه بسمين الكوره عملوا زبة في المريض وقال هو خلاها كلية الناس قالوا رقاوا بها وراجل وقالوا مش عارف ماذا يوقف برضو لا على وانا كله كاسة جاية منين من فنين وكان مشروع فنين كانت شبين بتروح على المجر كانت المنصورة وحلوان والمنيا كانت بتروح المانيا وكانت بورسعيد بتروح يوغوسلافيا لان بورسعيد فيها دي نفسه تخيل تقعد سنه كامله عنده تقعد سنه كامله عنده نخش المصنع من الساعه 8 صباحا لحد الساعه 4 بشغل ايه؟ عمال زي العمال كان مشاريع جميله جدا جدا دلوقتي العمل بتاعه فين؟ التراب من احنا كنت باخد هندسه انتاج في الاستاذ اللي درست كان مجري لان الشبيه كانت كلها مجريين كل الصف منهم حلوان كان كل الصف الالماني انزل تحت طب فك لي الجير بوكس بتاع مائر بريز ادي ادي السكشن فك الجير بوكس الفريق فك التيبل بتاع الفريق وجمع فك وركب ادي بقول لهم لا كان سكاشن بتاع بتاعنا طلعنا متمرمطين عمل وده اللي نفعنا ان انا لما بنتكلم في محاضره عملي فائق انما الكلام عام ده انا ممكن اجعك ورا بالظبط كده انما انا لما اتقلب كلها كليه هندسه خلاص انت العمل ده راح طيب واللي كان فعلا كمان الكوادر الفنية اللي كانت موجودة الكوادر الفنية دلوقتي بقت مشكلة كل الجامعات مفيش واحد اشتكينا له قال المشكلة اللي عندكم موجودة عندنا هي المشكلة كل اللي وصلوا سن المعاش أو توفاهم الله مفيش بدلهم ما جاش بدلهم حد والنتيجة زمن شكل كل كلها بما فيها القاهرة وعين شمس كل شكل يا سيادة وزير التعليم العالي عين ناس فنيين عشان الناس تتعلمهم طبعا تعليمات مفيش ما حد بقى رد على سؤالي ليه الحته اللاند دي ما قطع الدخول ده فكرت على الجبل عشان الراجل لا 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 الراجل يخش في الحلزون لان لما تقعد يا باشمهندس الحته العده اللي جوه دي من الروس هي اللي بتحط جوه التقعد فلو ساب دي اقل من المستوى ده يبقى الاحتكاك على سطحه كبير عشان كده مهبط الصفح ده كلام بتاعك عشان يبقى دوبك الاحتكاك في الحته الصغيره دي عشان يقلل الاحتكاك والمنظر ده بيقلل الباور المستهلكه اهو اقول لك انا اولى ميكانيكا عملت الدكتور تيبر عملتها وصلتها في مغرب الشرق واقف العمال اللي نادي واقف يساعدوه وعمل اغلط زي ما انت عاوز ظن مره واحد غلط شد الفريزه جاب اليد على الاخر
في سرعه عاليه، فلذا جريت طير السكينه وطير عمود السكينه بتاعت بنتي. كويس 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 كويس. أنا كنت عاوز اخلي كليه الهندسه 6 سنين مش 5، 5 في كليه السنه زي ما بتوع الطب بيدوله امتياز بيسموه ايه؟ سنه امتياز، اديك انت كمان سنه امتياز، مهما توزعك على المصانع اديله مرتب رمزيين وبس كبرله الموظف. ولقيت والله راجل كويس عين هو المنظر ده، وطبعا الطالب المهندس ينقي المهنه اللي هو عاوزها، وديني مثلا وديني ورش ميكانيكيه وديني وديني في اي حته احنا فيها. نور دي ما هو بصيت بقى ايه؟ بدل ما عايزين نعملها 6 عمو 4. وزعنا غلطانين والله اعلم. خلاص وزعنا غلطانين والله اعلم. تفاصيل الملف ده ما علينا. ايه اللي بقى بعدين؟ اللي بقى بعدين؟ بيقولي لك انواع الشغل على الفكره. يتكلم عن ايدك الشمال في الورقه. واحد دوب ثرو هول دوب مفتوح ماشي. اثنين بلايند هول. يعني ايه بلايند هول؟ شو اعمى بمعنى صح مش نقبل مش نائب. ثلاثة انلارجنج يعني بيوسع، يعني طب زي مثلا ب 20 مللي عاوز يوسعه خليها 40. لذلك هو عملنا تنقط المنقط دي معناه ان الطب ده اعمل له يا باشمهندسين هيوسع هيوسع. ومرسومين بالصدفه قدام هم الثلاثه وجنب بعض. البطن شغاله اهي على الشمال ثلاثة بلاين اثنين برضه بلاين نفس الكلام، انما ثلاثة ده بيعمل انلارجنج يعني ايه انلارجنج بيوسع. ايه العمليات الموجودة تحت قدامك؟ اي بي سي دي. كل العمليات دي يا باشمهندس هنا اللي عليك الشمال بيعمل كاونتر بورنج. العربيه الشمال دي اسمها باشمهندس كاونتر بورنج، يعني بيعمل لك راس، بيعمل لك المكان اللي هركب فيه المسمار الالم. والنهارده في فنط بتشتريها فيها بنطل القطر القصير معاه على طول بنطل القطر الكبير، وينزل يعمل الاثنين في مسمار واحد. شنو بقى؟ يبقى لعينك الشمال اسمها كاونتر يا باشمهندسين كاونتر بورنج. اللي بعديها كاونتر سينكينج. بقى بيعمل ايه يا باشمهندسين؟ بص بيعمل مدخل التوب وبيشطب. مدخل التوب بيعمل له عمليه شق. اللي بعديها يا باشمهندس هنا بيعمل له عمليه بيسنج. طبعا اللي راكب في العرض ده عندك في حته كده راكبه من العرض كده، وادي الشغل اللي تحتيها اهي كده، هيعمل لك دي كتر سكينه عشان تعمل لك ايه في السطح اللي هو ده تستعدله عشان تستعدله بدل ما ينقلها ويوديها على المخرج. لا ينزل يطلق وعمل له يطلق بديل قدام بايلوت او شايف البديل اللي قدامه هذا البديل قدامه فوق اهو. وطبعا الحد القبع ده بيعمل لك عمليه بيس. الحد القبع ده بيعمل لك عمليه ايه؟ ايمان. ممكن تعيش رعب الحوار لما لقى الشاب نزل على وشه يتبان. انما هنطلع حاطينه كده
تذكر وخلاص. ما من الهبل الجميله دي لما بنعمل فورم شوف طول شكلها عامل ازاي، بيعمل عمليه فورم، بيعمل عمليه كل عمليه كل عمليه العربيه من شق وبوريك من جوه ذكرته ايه، بوريك ازاي بنطق يا باشمهندس ازاي. بس الشان جينا عدل، الشان جينا يا باشمهندس عدل. البي والسي دول عباره عن سين اللي اتكلمنا عليهم قبل ما تفصيل. بص بقى يا عم، بجرد ايه؟ جرد اللي بعدين اللي هو 15 ماشي عليك الشمال بنش الزلمه نقول عليه فات فات ده بيبقى راكن على البنش، حاطينه على البنش وش الضرب لا بيبقى صغير طبعا وبيشتغل بالبولي، بيشتغل بيها الشغالين البولي بيشتغل بالطرابير، بيديك ثلاث طرابير على الموتور وثلاث طرابير بركبهم على السبندل بحيث ان الثلاثة دول والثلاثة مدرجين كبير أفضل أفضل. فاهمين بيبقوا إيه بقى؟ على الشغل. فاهمين بيبقوا يا باشمهندسين على الشغل. طول السير هنا يا جماعة. سالب ولا مباير؟ سالب. ولا كل بقى درجة أحط لها سير واحد ما ينفعش. طبعاً بيعملوا الكلام ده ديزاين. يعملوا إيه يا باشمهندس؟ مجموع قطر، مجموع قطر الطنبورتين اللي فوق يساوي مجموع قطر الطنبورتين اللي تحتيهم يساوي مجموع قطر الطنبورتين اللي تحتيهم. شوف الحالة دي سير واحد تطبيق، الحالة دي سير واحد تطبيق. اللي بعديها اللي على يمينه الثلاثة برضه نقدر نعتبره من البنش دريل، برضه نقدر مش كبير وثلاثة السندل. أما يبقى أربعة دي بتخلي السندل ينزل لتحت أو يطلع لفوق. خمسة دي جريدة مسننة، الجريدة المسننة دي وظيفتها إيه؟ بياخد أربعة دي تبس صغيرة خلاص. طب لا لما تبقى لما تحرك الجلد فوق لتحت يطلع لك سبندل رقم ثلاثة إلى أعلى وإلى أسفل. أما تسعة ده اللي هو نقدر نقول التيبل اللي تحت، ونقول ستة بين أول ستة لا تبقى فوق، يعني ثمانية تبقى ثمانية ثمانية تشارت ثمانية تشارت وعشرة بينزل نتيجة أربعة فقط. كان بالدرامين مش كان بتاخد ده محطه قدام اربعه دول عباره عن مبعيد ثلاثه زي اللي هم بنش بروسيسور جنب بعض على كده بيسميهم هنا ايه بقى؟ كان درامين. والاربعه دول بيشتغلوا مع بعض ممكن طبعا يشتغلوا مع بعض. طيب عندنا بعد كده فيجر خمسه كولوم دريلنج ماشين، بيقول عليه متقاب شجرة، بيقول عليه متقاب شجرة موجود تحت موجود ومدي لك المكونات بتاعته سبعة وثمانين وخمسة كل المكونات لك موجودة. بس هنا بقى مش فيه كل دي في جير بوكس، أنا فيها شو عم جير بوكس وطبعا في موتور واحد بيعمل الحركة جوه جير بوكس بسير برضه برضه بيستخدم بسير برضه اللي على ايده اقصى اليمين نفس الكلام حاجة أكبر شوية طبعا وبرضه زي ما أنت شايف تسعة تيبل ستة ده عندك البيت من تحت نعمل مكونات معروفة مش فاهم مين كده نشوف نوع تاني اللي هو الورق اللي بعدنا كده ستة بنستول ريلينج ده جدا ده الموجود تحت الكوبري موجود تحت جنب الكوبري في الكوبري اللي هو البيت ستار هنا موتور مدخل الحركه بيجي البوكس على طول ده بيصير هنا ده في السير يا نروح بعد كده لفيجر
سبعة A و B اللي هو درجة الدرجة اتكلمنا عليهم شوية هم دول دول كده دول الرجال ثلاثة دول دول الرجال اللي اتكلمنا عليهم قبل. أمال إيه بقى كمان يا A و B؟ ما هو في سبان دم المصر اللي شغالين فيه عندهم واحد أخضر كان كم سبان دم فيه؟ ستة ستة سبندل جديد ليه؟ بل بيخرم بيه البرتشانشة البرتشانشة فيها ست خرام كلهم قطر واحد ثلاثة ست بنط ينزلوا الستة يخرموهم مع بعض فكأن الزمن بتوع الستة هو زمن ايه؟ توبوا موجودة بس دي مثلا ايه بقى؟ عامة ولا سبيشال؟ مش سبيشال. مكنة سبيشال. مش عارف بمعنى قدامك وبين التفاصيل في الشكل على اليمين عامل سيكشن جوه يبين لك بيشتغل ازاي. يعني ثلاثة فوق لابس بندل الوقت حركه من الموتور. بيدور الترس خمسة. خمسة من عشرة ترس يمين وترس شمال. بنزل بقى في الهوك جوين الهوك جوين كده رقم ستة عشان ينزل لك على رقم سبعة رقم ثمانية عارفين هوك جوين يعني ايه مش عارفين وعملنا ليه هوك جوين كان موصله مخلص ما اقدرش لان البتاع تدور البتاع تدور بكده بسبب انما هنا ممكن تغير الوضع شويه تضطر تعمل ايه؟ تحرك بحيث ان يبقى في جزء ثابت جزء ثابت والعمود اللي هو بيعمل ايه؟ يتحرك بايه لما نلقوا على السريشن فاكرين السريشن اللي هو مشرف ادي الموجود يبقى ليك عرفت كده عندك ريفيو كامل عن انواع مين يا ابني؟ انواع الماكينات تقاعد ارزق يا بشوار. سبعة عشر تكرار كامل الكلام يا بشوار مشكلة في معلومة كويسة قدامنا ايه؟ قلنا في الزاوية سيتا من 90 ل 140 في عادة الألمونيوم عند الألمونيوم سيتا من 100 لحد كام؟ 212 في عادة مين بشوار طبعا في حالة الكاست عاير والمسكين قلنا في الغرفة كم درجة؟ 50 100 الغرفة 100 ايه الموجود عندي بعد كده؟ الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده بشمهندين فيجر 12 وفيجر 13 12 دي اللي بتقول عليها كبير اما 13 دي السكر هم موجودين قدام تحت 14 ده الظرف نضرب عليه البلطة في الشكل بتاعتها وبعدين عندنا يا باشمهندس فيجر 13 بيوريك ازاي تضرب البلطة في القلب الفيجر الموجود عندنا. ايه الاشكال اللي تحت فيجر 13؟ دي الاشكال اللي بيسموها تثبيت الشغله على تيبل يا تي سلوب على تيبل كده يا باشمهندس تي سلوب بجانب المنجلة بجانب مين يا باشمهندس؟ المنجلة وبيستخدموا البي بلوك كمان بيستخدم كمان البي بلوك البي بلوك بنسلف عليه اشكال شكلها ايه؟ نعملها ندور فقط ومستر بي بلوك حاجه جميله جدا هي ايه يا باشمهندس؟ اي جسم في الفراغ ازاي افرمله اثبته؟ لان اي جسم له فري موشن ثلاثه تجري طويلا ثلاثه في خطوط مستقيمه وثلاثه دورانيه يعني ايه اللي بقول يعني الشغل عقدتك جدا ممكن تتحرك كده ممكن
مش عارف يمنعها. خلاص هحطها كده على الارض حر شيء يمنعها. طب ممكن تتحرك كده حر، ممكن تدخل على سطح صلب، ممكن تتحرك من فوق من فوق. يبقى دي انا مش لازمين، لان عشان اسافر يبقى لازم السكس ديجري وخلينا مع منهم ايه؟ اكلبش اكلبش هم دي واقفه كده بنبوخ. ممكن يلف كده ممكن يلف كده ممكن يلف كده. لو رجع على الارضيه لا مش هتعرف. يبقى انت لغيت تجريب غريبة معدة بس لسه فاضل خمسه. يقول لك بقى الله جيب له يا سيدي بيبلو. طب ليه بيبلو؟ هسقطك بيبلو كده. هل ممكن تتحرك كده؟ لا مش هتعرف. دي اخر دي ايه؟ مش هتقدر تتحرك كده لا كده ولا كده. طيب ماشي تطلع لفوق تقول طلعها فوق ما بتقول لا ركز جوه. هي كل الحر اللي فيها الحركه دي بس فقط. انما لغيت الحركه دي ولغيت الحركه دي حركتين اتلغوا. هل ممكن تلف الشغل كده؟ يبقى دي واحده لا ممكن. بس ممكن تلف كده؟ لا. ممكن تلف كده؟ لا. وكل اللي كانوا حلفك من السته فين بس؟ يبقى لغيت كم معنى دلوقتي؟ لغيت اربعه. عشان كده جميع الاجسام الاسطوانيه يفضل تثبتها على الارجوانيين ليه؟ يفضل تثبتها على مين؟ طبعا مش اي مين، يعني بتدي في الكتالوجات بتديله الجمبر يديك البي بلوك المناسب. يديك البي بلوك المناسب. بقى التنظيم والكلام كل الموجود الى 15 دي المكونات اللي بتستخدمها عند تثبيت الشغلة على الاير الكلام الموجود خدناه من الفكرة الايه الرار نحتاج الايه والبي والسي والدي قلناهم هم متفقين عليه ده الايه والبي والسي وتغير برضه قلنا كل الكلام ده فعلا ممكن الكتاب تعمل عليه عمليه خوضع ممكن موقف استخدام بكر الحلوق ده السيف في نقطه فنيه حتى عارفها ايه النقطة الفنية اللي مخلي بالي منها؟ وما ينفعش تعمل الكلام ده إلا على الرجل في التمرين. حتى قال إيه المشكلة؟ لو نشر فكر الأقروص فلازم يبقى في العمود السبندل في حركة عكسية. يعني لما تنزل ينزل مستند كده بيقبض برجع اظن طالع الضغط. لازم يعمل ايه؟ لازم السبند ده وهو يلف كده وعنده القدره يلف بالعكس كده عشان يطلع لك بقر القمر. لذلك ده لازم تطمئن لو هتركب العده بتاعت الاروضه بكره ثلاثه لازم اخلي بالي ان السبندر اللي شط اللي ماسك البقر عنده القدره يلف يمين يلف ايه كمان شمال غير كده. ومين اللي بالقدره دي عنده؟ رجل بقر رجل كرجل عنده الامكانيه دي. الباقيين كلهم عندهم شروط تانية. فدايما لما بعمل أبوظة يبقى بدور عليها عشان كده رابيال رابيال. أعتقد كلكم عارفين إن طاقة الدخول بتاعت الأبوظة كم واحد؟ ثلاثة. مسلوب نص مسلوب عادي. هم مسلمين قدامك أهو هم مسلوب واحد اثنين ثلاثة. واحد عمل لك علي شرطة. اثنين عمل لك كم شرطة؟ اثنين هم
مشكلتين او مشكلتين. ثلاثة ما عنديش حاجة، مش لازم. يبقى واحد ده الصخرة اللي بيقول عليه مسدود. ما عنديش شرطتين ده الصخرة النص مسدود. اللي ما عنديش حاجة ده النهائي. بتذكر مديلك البعد النهائي للأضرار. ده شريط الانتظار. لا ده بينضرب بالقرص صمونه ده والمسمار ده. الضايفة بقرص مسمار. أما الثلاث كفورة دول لا دول بيقرصوا صام. دول خلاص يا باشمهندين ممكن نعمل الكلام ده على نتقابل ده. ايوه ممكن تعمل هذا الكلام بالذات نتقابل ده بصامي. ليه عمل الصامي؟ سرير الانتظار شايفين اللي تحت خالص ده؟ تحت خالص ده ده موجود عند مين ده؟ عند الشباكين. مش الشباكين بتوع المعادن، لا الشباك الصح. لان الضايل تحت ده بيقوص بيه الموازين. بيقوص بيها مش مين؟ الموازين. الا القوص بالماسوره. الماسوره من بره على مصور من جوه. من بره مرتاد ومن بره. انما الكوع لما بجيب كوع ده الارز منين؟ لا ده من جوه. فانا الراجل بجيب المصوره ارز من بره وارتب عليها الكوع. وارتب عليها الكوع. فانا اجيب كل المصير للارز من بره. كل الحاجة اللي هتركب عليها تبقى الأرز من جوه. كل الداخلي الأرز منين؟ من جوه يا باشمهندس. اهل الصفحة 20 هتقول لي ايه؟ فكرة 22 17 ده اللي بيعمل ايه؟ ترد علينا. انت بيعمل ايه ولا بتقول؟ والكلام كله اللي تحت لازم تبين واضح زي الكل. اه. عايز انت نور الناس الورقة دي بيعمل الصاروخ اللي هو تقدر تسعة 72 فور تيبل 53 بس كده. لذلك البونص اللي هنا بادئ في الخطوطة الشمس بتاع حمارة طبعا اخر صف اخر ورقة بيبيق. نزلنا الكلام اللي عليه واضح. 9 4 6 40 اللي بتقابل ده. ده ليبر ده. 9 75 ده ايه؟ ده الجانب. كذا بنش دريل راكب جنبه معه. والاخلاقي ده طرد دريل. لكن ده برضه تشيل 6 برضه. تشيل يعني 80 6 برضه. يرجع الميت اللي كنت تعرف بيرلينج وانا ما كنتش تعرف بيرلينج. لما كنت تعرف سوكت كنت تعرف سنين كنت تعرف ذاتك ان ده عشان ما كنتش واحد عامل ايه عليه. عاوزين نقرا السوق وعندك بتاع ده بنش بنش الدرن يرمى علف عليه ما ينفعش. ما تجيش العامل ده يلبسك في العين. كل ما تكبر على يعمل لك كوسمتيك ده اوريه عملت ازاي؟ مش هتفهم؟ لانه هينزل مش هيشتغل. ما بنمشي بالعكس. لازم اديك لان اللي يجي بلدنا الوحيد كبير كبير عكس يا باشمهندين اهل الحرب. كله كويس وبعدين اللي يطلع من بس عشان تفهم فاهم ومعادش يضحك عليك. يا طالب يا محترم هذه موضوع غلط مليار كيلو مليين. طبعا ارجو ان انتم تفهموا البنش كمان بغالي جدا. انا بنشتري يعني النهارده لو جبت حاجه مثلا متر متر ونص اقرب من 180,000 صين مش غرب اوروبا في انما لو رحت اوروبي عيال عيال عندي
طبعا تحت اللغه المحترمه في تصنيع الات الورش العرب مين ما بيعرفين بلغاريا بلغاريا لانه بيعملوا ايدينج من حديد مطلق فبيبقى الفرش بتاع المخلطه عمره طويل بيعمل ايدينج فتره طويل يعني المصنع اللي بنتكلم عليه عندنا مخلط بلغاري عندنا مخلط تشيكي التشيكي البيت خلاص راح من الاخر وعمره واحد تانية شغالة دب ورا فالحاجات البلغارية بالذات حاجات كتيرة يعني مخلط بلغاري اللي جايبينها بالظبط عليها منه تاخد شغلانة الزومبا 7 طن من غير الزومبا 3 طن دي أعلى المواصفات الماء والمواصفات لازم نعرف وزن الشغلة بالزومبا وزن الشغلة عشان ما نخربش فينا بعض هذا الجوان دي جزء مهم من الشغل بتاع الورشة اللي هو مين شغلة المصر طلعونا بقى الموضوع بتاع تدير كتر غير البلايين غير البلايين اللي هي الورقة هذا من الورقة يلا ورقة مفروض الورقة المخدوق خدوطة كله بقى يطبع أطول على التليفون ينطبع يعملوا كتير كده معاه يطبعه وخليه كتير يكلمك اللي يكلمك ده أنا هكلمك إيه يعني والله أنا عامل 120 ورقة امبارح في الفورم عندنا في الحدود بكام؟ أنا 120 ورقة بكام؟ دفعت كم كام يا عشرة؟ كم من حوالي السوق؟ دفعت 100 نعم؟ دفع من 120 ورقة بالضبط كده 60 جنيه ورقة 50 لقينا كل شوية في المواقع خطوه ما ينفعش حد غير من نص أو واحد زي ما حصل في الصعيد ثمن الخدوعه سموه عفو سيف قلبهم خطوة طب ما يا ولاد كيف ب 30 والسمك ده دور العين تلمله وكاتوه واي ثمن ومش عارف ايه بيطلع من البحر انت مالكش دعوه فيه وايه اللي طلع يا عم؟ ما بتكملكش حاجه جمبري ب 700 جنيه وايه؟ ايه الغلط؟ لا بتوكله ولا بتشربه ولا بتبسطه ولا بتنزله عاوز ايه؟ ايه الفهم ده؟ 800 جنيه كيلو جمبري؟ ده جمبري ان شاء الله منه لله على رسوله وبلاش ربنا يديه جاهزين منه بص بقى يا احمد لعبت بقى الفلوس دي بقى الفلوس مصانع بتنتج جلد وسام مصانع بتنتج يا باشمهندين مثلا آلات ورش كل آلات الورش فيها جلد وسام يتكلم معناها اروح على الفريزه شكلها بطيئه الفريزه بطيئه جدا حاجه ثانيه في الفريزه العين الثاني البليون بتاع السن البليون السنة مش زي الطر اللي هنتكلم عليها دلوقتي الطر اللي هنتكلم عليها دلوقتي بالظبط الشغلة والسكينة كما لو كانوا ترسين مع الشعير في بعض فبيديك اوفريون ليجن مظبوط ليجن بقى نعرف انواع الفلوس نجيب بقى الورقه دي اهي قدامنا كده الرن فوق سمنا في كده
الجلد المعدي وبين الجلد كله وطلع الجلد الإنسان وعبلة بيبقى الحركة بين محورين متوازيين ما ينفعش نتعب خالص مين الترمال جير قبل ما ننسى الترمال جير بيبقى دايما الاثنين بيدوروا عكس بعض الاثنين بيدوروا عكس بعض رقم اثنين بقى الترمال جير بيدوروا مع بعض بيدوروا داخلي بيدوروا سبب اخواندين داخلي مين الداخليه هنا دي اللي بيبقى نقفه في المحورين موازيين لبعض والاثنين بيدوروا في نفس الاتجاه الترسان بيدوروا مع بعض في نفس الاتجاه الترس الصغير البنيوم ده ممكن سيب فاتح تعمله على بريزا ممكن او تعمله على احد الطرق اللي هنتكلم عليها دلوقتي طب والترس الدخيل ده بنعمله ايه؟ الدخيل بيتنفس ازاي؟ سنان اللي جوه تماما في سنان جوه ازاي بقى بنعملها؟ طب كده اعملها ازاي؟ نعملها بقى بقى بروش مشان بقى الترس الداخلي ده افضل شيء تشكله بالسنان البروش لو ما عندكش كروش يبقى ايه؟ ما فيش كروش. مش كده زي شبه؟ فريزه ما ينفعش. فريزه تنفع هنا ما تنفعش. ترس داخلي ما ينفع. نعم. زعق عشان تنفع. خطر. لا. مقشطه. 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 مش كان المنشطة الرأسية لذلك ساعات كتير جدا لا يركب على المنشطة الرأسية يا باشمهندس اندكسنج يعني حاجات كتيرة جدا نلاقي المنشطة الرأسية مركزين عليها اندكسنج لا عشان يعمل مضلعات ممكن يعمل يكون عنده مش مشكلة بس يكون عنده مضلع فتحات السلطر كل شغلها من جوه الهبط سرعه من جوه ثلاثه سبايرال جير طبعا باين قدامك السن عامله ازاي مش ده اسمه سكيل ولا الشكل ازاي مش مهم طبعا دي انا شغلانه عشان تلبسها خلاص اربعه هيرجع كبير السن مايل ازاي وأرض الناس تميز ما بين ثلاثة وأربعة لأن ثلاثة سبايرال سنة هي مايلة بس مش حلوة إنما الأرض إيه؟ الأرض في الميتشر كده اللي هي سبايرال إنما أربعة لا سنة ما حلوة بس مايلة خمسة وورم أند وورم جير تلتمس جلودة مع جلودة المكلم ده وسمع صوته وقت صوته بدل ما يعني اضطر ان انا اذيه. انا مش عايز اذيه. انما لا تنتظر مني غير ان انا ادش عشان بعد كده تحرم. تبقى بني ادم محترم. معاك الورق؟ اشتغل. اذا كان ما معكش الورق ارفصه وابعده عني. والورق ده بقى له قد ايه معاك؟ يبقى له ولا مثلا شهر هو ما عملوش لحد النهارده يشرب هو لوحده لو مسكت بتتكلم وده النتائج صوتك بيعلى نختش على جنبك يعني انت مش ترجع مع اللي قاعد جنبك ودي ناس سيلفش يا عيني انا والطوفان لو يدوس عليك هيدوس عليك عشان يموت هو ما يموتش. بني ادمين سيئه ما عندهمش دم بيتكلم صوته عالي فما بيت الصف مشرشر عليه يا اخي عندك دم يا اخي انا لما بعيد عنك سمعتك يبقى اللي جنبك ده يعمل ايه بقى؟ انا تفهم انت بتعمل ايه؟
طبعا كلام جاي من عيال منوار. وساعات بعمل العمليه بنزل كل ورا خرجوا بره واعملها واعملها. يجي بقى واحد عارف قال له مش عارف ايه، ما انت الخطاب سمعته بيتكلم ترفع ايدك جرع ده بيتكلم كرسوف لازم نرميها بره، تفاحه بايظه لازم نرميها لطبيعه الدفاع. يا جماعة احترموا راحة. انت كلها سنة عند طمان. لأن قطعت ايدك 20 عام. مفيش فايدة. لا العيال الصغيرة. طبعا أنا ما أقدرش ألوم. ما نفس المشكلة في الكلاب اللي عندنا بإعدادي. كل اللي يخشرهم طالع بيتنفذ وبيزعق وبيعمل وبيزعق جدا من الناس كلها. امبارح كنت عندهم ابص الاقي اللي قاعدين ما يعدوش 80 طالب وكشف جيل فيه 120 طالب. هل هذا الكلام ينفع؟ هل هذا الكلام ينفع؟ ومنبه عليهم تقول لهم انا سالت الشيخ في الموضوع ده بتاع الجامع اللي بنصلي بيه. الراجل رد عليا وقال لي البني ادم اللي بيت الطالب مش موجود ان شاء الله ربنا هيحاسبه على انها شهاده زور. وما ادراك ما عقاب شهاده زور. والله مش فاهم. خلاص ضمير راح. ما بقاش في ضمير. ما بقاش في واحد خايف انه دي عقاب. هم اللي بيعمل كده معناه مش خايف. واعتقد انا حكيتكم قبل كده اللي حصل في العاشر بسبب الغياب. بسبب حادثة الواد ضرب المواطن من هويته. كانوا تاخد ورقة ان ابنها في اليوم ده في الساعة دي كان موجود في محطة ابن كبير. يا جماعة طقوا الباب. واعرف ان انت هتتحاسب. حاجة تحاسب حاسب الحساب. بس طول ما انت الحساب ده بعيد عن دماغك خلاص تبقى فاهم. بس بس بوم. ويا ريت الناس تفهم الموت قريب من اي بني ادم في اي وقت. في لنا جميلة يا عيني يعني في سر معرفتي مش اراك. دخلوا بتاع اخوها 38 سنة، لقمة دي. بعد فجر الدنيا لسه بدري نبك على شغل. اتعلم، اتعلم من دلوقتي. محدش ضامن نفسه، محدش ضامن نفسه، خرب. وانا بقى رجع حار، مش كلام. ولما الاقي الرجال ما بتتكلم بتغدر وبختشي. لما كان بعد وقت لما كنت ابدا اول ما بيها مش فاهم ما بينا ما خلاص خلينا ساكتين. الروم اند روم جيب ده دي الحركه بين معه كده والمعه الثاني جاي عمود جاي سته بين الجير اسنان عدة ليه دي طبعا برضه ده بينقل مش عارف عاملها متعب أعملها أحاول متعامل. بيبقى غير التمثيل كتير. أعملها متعامل حلوة بس غير كمية زي ما أنت شايف هنشوف بعد شوية إزاي بتتقبل. تمام يعني لا قبل الدنيا. طبعا واضح إنك قبل الدنيا دايما بتستخدمه عشان بنقلب الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة ومترددة أو العكس. أما الموجود بيجا بتسعة جيل كاتل بس أنا بتكلم ده بايبرين إيه بايبرين في مع الأصل الجميل بيسموها تيلون طاير جيل كاتل إلبرين بيبقى الشكل دي العوضة شكل الإقراءات اللي بيجي من السن. طيب نقل كده عشان نقول الكلام اللي هيجي بعد كده.
بص بقى معايا مثلا استخدمها القرن الدروس هنتكلم عليها دلوقتي مثلا اسمها هوبن بالانجليزي هوبن وبالعربي هوبن الاثنين نفس الاسم هوبن جيوش هوبن جيوش اذا اتفقنا لما مشيت مستدرك خلاص هوبن طبعا المكنه غاليه جدا النهارده المكن هوبن كله سيلسي كل المكن سيلسي زمان كان شغال مكن او شغال ام سي دومينيكا كله ما النهارده الجديد كله شغال يعني شغال سيلسي فكرة المكنة هنا تضحى أول الفكرة المكتوبة هي بلوكش بالرسمة العربية الرسمة العربية الموجودة عبارة عن عن المندل اللي هو العمود الرأسي ده شبيه العمود الرأسي ده اهو مركب عليه كالتلس ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس قروش بيطلع واحد واحد وهم بيطلعهم مع بعض بيطلعهم مع بعض شو بقى البقية شكلها شو بقى البقية شكلها فين السكينة بتاعت الهوب دي سكينة كده بتاع الفاضي ماشيين هي دي السكينة طبعا هنا الهوب دي راكبة على العمود وهنا بقى راكبة عليهم من بره الهوب بتلف والترس قدامها واقف لا هو كمان بيلف يبقى الاقع بتاع السنة بيتم كما لو كان ترسين معشقين في بعض لذلك بيسموها العملية دي جير جينيريشن يعني بنعمل توليد للسن ومن هنا بتيجي أهمية أن الإمبريون يطلع معاك سليم 100% خلاص فوق خالص الراجل رابط الوردة لازم يكبر حطه فوق وثاني فوق ورك سبورت أرم ممكن داخل جوه طبعا بالمايه اذا ما انا اقص معايا مركب مانجر الراس كده مسقط عليه الدروس حاطط رينج فوق كده ورده كبيره وربط عليها فينا بشمهندس كده وصلنا والعمود ده كله مسنود قدامك بالويب سبورت وهو بيرفع بص بقى معايا كده الهوب بتلف ترس كده الهوب بيلف والدروس بتلف والهوب دي وقت ما تروحها لا بتتحرك من تحت لحد ما تجيبهم كلهم ياخد طبعا عمق القطع مش جنب مره واحده مين اللي بيتحرك وقته ده سبب لباب ومطلع سبب العمود ده بحاله كل ما يخلصوا من تحت يخلصوا من تحت يخش بقى عليه عشان يديله عمق القطع لحد ما تطلع لك الخمسة مع بعض يطلع الخمسة مع هذا شويتين مع بعض طب نعمل لي البقية على اثنين طيب يبقى هذا التجيل كامل اهو واللي جنبيه المكنة عاملة في الشمال اللي هو فكرة عشرة لازم واضحة وبعينة جدا 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 بس المكنة اللي قدامنا دي هوريزونتال ولا فيرتيكال طبعا واضح جدا ان المكنه ال 10 دي اوبن ماشين فيرتيكال طبعا الابره هنا الشغله محطوطه فقط فيرتيكال ولا الشغله محطوطه فقط ايه هوريزونتال طيب ان او ده الويل جديد الارضي وكلمه اف في الراس للبي والبي فوق كاتينج فوق كاتينج طيب من الفيجر كده بعد كده 12 دي فيرتيكال اوبنج ماشين خلاص طبعا دي شكلها شكل لفوق المغيره ولا الطياره شكلها شكل لفوق بس طبعا مكركعه قوي يعني فدي فيرتيكال وفي هوريزونتال في الخطوط بتاعتي الخطوط بتاعتي كده هوريزونتال اوبنج ماشين الشغله
بدل ما ركبة على vertical بص كده معايا شو لو واقفة واقفة ايه بالرجل كده واقفة يبقى لومنج ماشين كم نوع بقى نوع vertical مين الأكثر شيوعا الvertical الأكثر شيوعا الاير شوان دين vertical هو على الرجل كده 16 يوري لك عملية العقد في الذات لوب جلالة بص لوب الكليب وبتعمل الفيك بتعمل حركتين مع بعض أما الجير إنه هو فبيديك حركة مينة مش مهدين مرة مرمية هو بيعلق بين دوران الهف وبين دوران الجير طبعا بيعلق مش عاوزة كلام تمام منين تطلع لي فوق وبيقدر 15 بيقدر 15 اهو بيقدر 15 اهو بيقولي بيقدر 15 بيقولي لك بيتكتب لك بقول لك ان نبتدي هوبنج ماشين جير تراك نجيب من المطور الاول عليه بولي والبولي ده عليه سير واحد ولا اكتر من سير بتبص لازم تتابع افضل من زي باينين اهو يقوم البولي اللي تحت تدي الحركه للعمود اللي راكب عليه تنس رقم واحد البدر جير واحد يقوم البدر جير يطول تنس رقم اثنين الراس يدور البدر جير اثنين يدور للعمود بالمنظر ده بيدور التنس البدر رقم ثلاثه يقوم مدور الترس رقم أربعة وأربعة ده المتركب عليه سكين أما تحت بقى مجموان ده الجيل واحد ركب على العمود اللي دي لك بص اللي بقى كده اللي لوب بقى ايه لوب سكين هرب كده والترس بالمنظر ده جاي كده ده بيدب الترس كمان بيعمل ايه يا باشمهندسين؟ الاثنين في حركه بينهم في ليه؟ لان هنا من الرسم صار 15 مجموعة الفلوس واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة وأربعة بيدوا الهوب إنما واحد واثنين بيدوا الترس اللي جاي ففي ريلاتيف موشن بين الاثنين أيوه في ريلاتيف موشن بين يا رفاقين بين الاثنين ادي الشكل على 15 في كلمة على الحركه بتاعت الايه الفوقيه دكتور نعم وكده الاثنين نفس السرعه مش شرط انه نفس السرعه بس هنا يا رفاقين هنا المطلوع ما بين تركب الضغط مجموعه الجنجر والجير تركب الكروز وقع ليها حسابات خاصة عشان نقدر نقول لك تفاصيل الحتة دي ماشي كده طيب نرمي ورا دي رقم اثنين مرور المنطقة الثانية في الكل صورة بص الصورة دي طبعا واضح ان البنت كان في فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت لما الفوق دي ايه؟ لأن الجيل أبوح إنما تحت الجيل هنا إيه؟ طبعا واضح من الكلام ده بنطلع بنطلع سبير جيل بلوس عدلة بنطلع بنطلع هيليكال ده كروز ذات الأسنان الماكنة إيه الكلام اللي على مين ده؟ بص لي كلام مهم كيف بيقول الأول فيجر 19 هو انه مش ميردي او زي ما هو دي تنس عدل طيب السنان بتاعت بسيط جدا السنان عدل يبقى لازم هيجي على الهوب دي ويضطر يعمل لها ايه؟ هيميل عشان يبقى سنة الهوب تعمل له سنة ايه يا باشمهندس هنا نازلة عدل فبديك شوية تعليمات بيقول ايه؟ ايه؟ تقول له الرسمة ايه؟ هوب أوب نت هيليكس بتنام بتنام ان هوب انتي كلوك وايز يعني لو الهوب السنه بتاعتها شمال بس عارف تيجي تطلع بتنس
عجل يبقى بتمشيها عكس عقارب الساعة يبين لك عشان تطلع لك سنة هي تبتدي عجل. أما بي اللي هو في الراي كولج لا يبقى بدل ما تجيبك بتشيلها بتمشيها كلوك بتمشيها هي رحمن الشور. يبقى لما بقى بعدين ساعات لو الهوب اتنهلت في التحت شمال يبقى بتاع الشارع زي الشمال انتي كلوك فاير لو زي الرسم من فوق لا شمال لا يمين لو الهيدك بتاعك رايت هام لا تمشيها مع الكلوك فاير يعني تقول مش معدي طلع لك سنه يا بشمال. نعم الاسنان بتاعتك تبقى مايله فانا بميلها عشان اعدلها عشان اطلع سن عدله اطلع سن عدله. انما اسنان البوك مايله سنون مايله طبعا هيك يوم هو الله هيك شايف خلاص النوع اللي تحت عاوزين نقرا ترس غير يبقى لازم نبص نوع ايه اللي هيك ده شكلين بقى رجلين اوبن بوك هيك ايه اللي هو شمال شغل تم ليفت هاند اوب وليفت هاند هيرتش يبقى باين قدامك بشكل ايه الترس. بص على شغل الهوب زي ما انت شايف محركة كده الزاوية تساوي بي كمان بل الزاوية دي الليلك بتاعها الهوب والليلك بتاعها الترس اللي عليه في اليمين رايت هاند اوب رايت هاند هيرتش يبقى لا محركة بشكل عكس عقارب الساعة. في نظام لما نقطع ترس عبر في نظام تحديد لما نقطع ترس ايه يا باشا الدين حالة لما بنقطع ترس عبر. يبقى الكلام اللي كده اللي اتكلمناه فوق ده كله بيتكلم على ايه مثلا مش الدين على مكنة الهوبنج ماشين. النهارده مكنة الدين البيت تشتريها ولا 7 مليون المكان اللي بيجري فيه عشان تروح فيه تدريب عندهم الوقت بس لما تروح عند الناس دول ما تشتروش العمال كتير لانه بيتسرعوا في الاتجاه بعد بيتسرعوا عن الاتجاه في طريقه ثانيه غير كده نطلع بس في يعني ايه راجع في شغل الدين؟ جريدة مسننة جريدة مسننة يا عم اهو ترسم الاور وجيب له جنب هنا جريدة في نفس الوقت جينا طالع نخلة الترس واقف ولا بيتحرك؟ نفس الكلام والترس برضه بيغير يبقى بيستخدم هنا راك يعني ايه راك جريدة مسننة خليك دايما قدامك اهي جريدة مسننة اهي دايما ايه بقى كل الضمير اللي علينا في الشمال ايه ده اللي هو بيه مقاد مش بطريقة اسمها مقاد مش وايه اللي بياخد من مقاد مش السكينة يا بشوان بص طلع نخلة بص ترس بقى ويرجع ويرجع يلف ويرجع يلف ويرجع فاهم الكلام ده ليه؟ الأسهم المعمولة دي. الأسهم المدمرة المعمولة. يلف وياخد حركة جانبية. إنما ده يتحرك رأسي فقط. لا بيروح شمال ولا بيروح يمين. ده اللي هي الرجل. الرجل اللي بتروح شمال ما بقاش طلع نازلة طلع نازلة فقط لا. اللي بعدها اسمها سندرلاند. لا مش سندرلاند بس كده بتحس اهو بص طالع نازل بيتحرك والترس ده عمل ايه من ايه كمان؟ هذه نظام السندر ده واضح جدا من الشكل ده السنان ترى كما لو كانت الجريده مع الشقه مع الترس الا الشكل ثلاثه ده شايفه اهو يوريك الترس طبعا لازم على مندرل وبوريك الجديده مسننه وهي بتعمل عمليه اسمها ايه؟ نكمل النكنه اللي هي نظام ايه؟
الثلاجة هي موجودة قدامك. بص كده مش وقت كده نبص للصور، مجموعة الصور نفهم منها حاجة. ممكن نفهم منها مصيبة ايه؟ مصيبة ايه؟ مصيبة ايه وايه؟ نفهم حاجة؟ نفهم حاجة؟ فين نام؟ يصدر نام؟ ولا دي ما الراس ولا الدم؟ الجريدة المسنة بص ايه؟ واقفة مطرحة ولا بتتحرك؟ قلم ايه؟ بإيد بتتحرك من هيك تتحرك بقى. يبقى دي عاملة زي هذه النظام اللي اتكلمنا عليه اللي هو دي اللي هو عبارة عن السندر اللي عبارة عن السندر. طبعا دي مخصصة بالذات بتعمل لنا اسنان عدلة، بتعمل اسنان يعني مش مهندنا عدلة. وهذه مجموعة بتقول عليها مشط، دي مجموعة الكبت، مجموعة اللي هنا في الله، مجموعة دي في الكبت. لأن الكبت بتكون دي تاني. دي عندنا بقى بيعمل قطع الحدود ب بينيوم. ما معنى كلمة بينيوم يا جماعة؟ بتنزل على الأسنان والأكياس. بينيوم ده سكينة شكلها عامل كده كده وراك الحمود وبرضه السكينة دي طالعة نازلة طبعا. بس أنا يا باشمهندس عندك عامل كده طبعا هو مبينها كده عشان يعمل زاوية. اسمها ايه الزاوية دي؟ ميرانس انجل. زاوية الخروج يا ابني يعني اعمل لك زاوية مش عامل عدل اتنين. طبعا واضح ان انا يا باشمهندس الشكل 31 موري لك ازاي بتجمع عملية الضغط ومدي لك الزاوية اللي هي ميرانس انجل. وطبعا واضح منها ان الترك بيلب وان البينيون ما بيلبش لما البينيون ما طالع نازل وخلاص. وطبعا الكلام بالتفصيل دايما بتقدر 28 دايما بتقدر 28 كلام طالع نازل انما الورك بيس هي اللي بتلبش. وبعدين فهمنا حاجه جميله دلوقتي نقطع السنان الداخليه عن طريق ايه قلنا؟ الطريقة الأولانية البروشن، الطريقة الثانية السلوتر، السلوتر، الطريقة الثالثة بالميم هي اللي هي السنان الراك أمين أو سنان داخلية وأوف، يعني دي بقى برفع بيها الأسنان الداخلية للجسم، برفع بيها الأسنان الداخلية للجسم. ممكن نعمل أسنان خارجية ممكن نعمل اسنان خارجيه للكنوز بشكل ب ايه داخلي ب شكل ايه الايه داخلي انما ب بيعمل اسنان من بره. 28 عمليه واضحه جدا خلاص زي الفل ده ايه واضحه شكلها. وبعدين نوريه بشكل سي عاوز يعمل شكل 1 2 3 4 مسدس براء مسدس قطعوا عن طريق مين؟ البنزين. قطعوا برضو عن طريق البنزين. طيب الكلام المكنة على بعضها مسكوت تحت اهي تحت خالص دي المكنة على بعضيها. وكتب لك انا المكونات كلها على الايد الشمال. الكلام ده طالع من كتب انجليزي؟ لا ده كل الرسومات قدامك دي على كام رسمه كده طالعه من كتب تشيكي وبولندا. كل ما تقطع في خط الايد كتب تشيكي وكتب بولندي. ادي يبقى احنا شفنا كم طريقه دلوقتي شفنا روبن شفنا راك شفنا البيت. مين بقى الدروس اللي بتتعمل هنا؟ يا بتبقى الدروس سبيرجي سنان عبله
بتبقى الدروس غير الكارت دي ممكن ممكن تبقى كمان بايرون. والدروس اللي هنا قطر ثابت بقى. طيب عاوزين نتبع الترس بيرون بقى. يعني ايه بيرون؟ ترس مخطوط. وبالذات الاسلامو هيريكال يا اما اسلامو سبايرال. طبعا الاسلام هيريكال سبايرال على بريدر مش هتعرف هنا اعمل هنشوف بقى من الدكتور. بص يا ابني في الثلاثه الفريقين بيبل فيه ايه؟ لا الاسلام هيريكال بي، لا الاسلام هيريكال سي، الاسلام سبايرال على سلوك مش هيريكال. فيجر 34 بقطع ترس البيبل بتاع البريزا. فاكر قلنا لكم ايه لما نطلع بيبل على البريزا؟ مصمرين اللي جنب الكون ومتنيل سبندل راكب عليه الترس بحيث اخلي قاع السنه موازيين للموازيين للموازيين للموازيين. قاع السنه موازي للتيبل. فيجر 34 بص كده عليه يقول الكلام ده ولا ما بيقولش؟ 34 بص عليه عايز يرد عليا يقول الكلام اللي بقوله ده ولا ما بيقولش؟ ميل سبند بالظبط كله والسبند العمر كده بالظبط راجل شوف ميله في زاويه بحيث ان قاع السنه تبقى موازي للتيبل عشان تضمن يطلع لك سنه كويسه. نبص بقى الأول في مجموعة الأشكال دي، النص مجموعة الأشكال دي. الطريقة الأولى لما بيحب يعمل سن هذا يستخدم مشطين. بص بص مشطين هو بيطلع بمرور مش تنطلع حركة العكس رايح جاي رايح كل مشط واخد نص السن المشط التحتاني واخد نص السن بتاع السن لما يتحركوا كده بيطلعوا لك سنه عده بالشكل ده اهو اللي على ايدك مين؟ ايدك الشمال بينين السكينتين واحد واثنين السكينه واحد والسكينه اثنين دول عدلين ولا ميلين؟ عدلين. الفراغ اللي بين السكينتين هو عامل لك البيوت بتاعك. طبعا الترس بص يلف والسكنتين دول شغالين وبيطلع لك السنه على محيط الترس. بس سنان هنا شكلها يا باشمهندس عجله سنان عجله نفس الكلام موجود في الشكل اللي جنبيه اهو اللي هو ده واحد واثنين بالمشط وبعدين الترس بيلف ان او والسكنتين حركة عكسية ضربت بالبيت وما باشمهندس طلع لك شكل. السؤال ده دلوقتي عاوزين نعمل سنان هيريكال أو سنان سبايرال. فيجر 36 جنريت موشن أون أورليكول سبيكتومتريك ماشين زيادة. الطريقة اللي قدامك دي بيسموها أورليكول عشان يعمل لك سنة يا باشمهندس سبايرس. أما فيجر 38 لا دي طريقة ثانية دي أقطع من بالك إيه؟ جليسون جليسون دي فيجر 7 وإيه؟ فيجر 37 فيجر 37 بص لي كده بقى عامل إزاي؟ لو بصيت بالشكل ده بص بالشكل ده جليسون يفرق إيه عن أورجيكول؟ فلو بصيت لجليسون هنا السنان السنان اهي بتاع القطر جايين على محور واحد سنان القطر جايين على بيت السيركل واحد سنان 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 ده مين ده؟ ده الاخوان ده عشان تبقى جليسون
لذلك دائما لما بيطلع لك اللي هي الاخوان بيبر جير وبيعمل لك سنان زي ما اتفقنا هنا عليها هنا. طب والسبايدر لازم تطلع يا اخوان تقريبا 36 الكفر المختلف ده الكفر المختلف هنلاقي ب 36 سن هنا سن كبير على غير اللي قاعد وهكذا ده يطلع لك سبايس انما بعد لما عملناها شويه دي بعد لا يطلع هيلي يبقى الهيل الكلب اللي نقطعه النظام ليسون والسبايرال اللي نقطعه بينا شويه دي أرميكم بالبين الخلاف جاي يمين يا الأخوانتين دي الكفر اللي بيطلع بيها الشكل الموجود قدام كمان سنتين في بلاد شفنا الفيرجيل وأربعة سنان عبلة الكمتين اتحركت من أربع درجة سنة سبايرال دي شرط سبايرال دي سنان ستيلر يعني ستيلر تبادلية فوق تحت فوق تحت فدي تعمل لك السبايرال لما دي كل سنان جاية على الشكل الواحد دي عشان تعمل لك يا سنان هيلي منتهى الصعوبة إن أنت تعمل الفينر دي على الفريزة فريزة تعمل لك سنان عدلة فقط لأن صعب جدا إنها تعمل لك يا سبايرال او تعمل لك كده بشوانتين او تعمل لك العربية الهيل والكلب بصير بقى عملنا الترس بعد طرق الدروس بعد طرق الدروس هناخد الترس مكتوب مثلا طبعا لو هو لسه في شغل تاني بعد ما عملنا الدروس بابا السنة لازم نعمل لها يا اخوان لازم نعمل لها كيس هارد لازم سطح السنة يتعمل له كيس هارد يعمل له عملية تأسية صحية كيس هارد في طرق الكيس هارد نيجي لمعروفة 100 على الدكتور اللي بتسمع عليها الدكتور عبد الكريم يقول ما عرفتوش تعبانة معانا في عندنا كذا طريقة في عندنا ممكن تعمل طريقة اسمها كارلو مورايش كارلو مورايش الطريقة في طريقة عندنا اسمها ميت مورايش مات مورايش كارلو مورايش جيب بوكس كده البوكس ده لقوم جاهز طبعا البوكس مضمون من الظهر خلاص ويجيب البوكس معاه كده اهو ويفرش تحت لحمه كله شايفه ارتفاعه كده 15 سنتيمتر خلاص يقوم حاطط بقه الكيس يرص بقه كده كل دول وبين الصف واحد يملقه من الصف يقوم حاطط فوقهم طبق الفحم ثاني غير من دي طبق الفحم ثاني بس الطبقة دي 10 سنتيمتر وبعد ما تحطها في البحر الثانية دي تحط مجموعة الرز ويقوم مثلا خلاص يعني بعد الصفين يرجع يضغط بعد الفحم كده 15 سنتيمتر ويقفل البوكس من فوق قدره ويدخله جوه الفرن يسخن
محل عوامي تقريبا 550 يربع الحراره. نحن بيربع الحراره بين الغرب يعني ايه بين الغرب نثبت فيها الاثنين الحراره نثبت الحراره ليه؟ عشان نضمن الجزء حراره الصدم فيه بالكامل. بعد كده يرفع ويطش فين يا رجالين بالميه او بالزيت لا بلا يا والله انا اللي حصل كده بقى حصل عمليه بالاسف حصل لك عمليه ديفيوجن يعني ايه ديفيوجن؟ عمليه انتشار طبعا الديفيوجن ده بيجي نتيجه ايه؟ ان بقى التروس في الحاله اللي قدام سيادتك كبير يبقى نسبة الكربون بتاعتها عالية ولا منخفضة؟ مطلوب بقى عالية ولا منخفضة؟ عالية الكربون مش هيقل لما حصل له تشبع يبقى لازم الكربون يبقى مش عالي عشان الكربون يتهم من تحت يخش للمعدن جوه طبعا لما بتيجي تخش بعد كده اللاير اللي بره بيتكون كربات نوسي وطير اللي هو كربيد الحديد طبعا كربيد الحديد بيعمل لك ايه بالظبط؟ ناس بيزود من درجه مين؟ الصلابه بيزيد معايا الصلابه بتاعتها على السطح من بره بس ليه قد ايه يعني؟ مني من روح شكرا لله بس عشان كده زمن الولدنج مهم ما بنقعدش سيبها فترة طويلة يبقى الكربون يخش جوه جوه طبقات عميقة أنا مش عاوز الكلام ده أنا عاوز القشرة اللي بره فقط بس هي اللي بيبقى فيها سيبها أدي طريق الطريقة دي بتتبني عندنا نترابا نترايبا لما أحب أعمل نترايبا الصور اللي أنا عملته الكلام ده اشترط فيه ان تبقى نسبه الالومنيوم ما تقل عن بوين 15% واشترط ليه بالالومنيوم؟ ما اشترطش بالالومنيوم لان بيحصل لي المنيوم ده بس واخدين نترايد يبقى عندي المنيوم نترايد يعني ايه المنيوم نترايد؟ اللي هو هيبقى عندك ايه ال ان يكون ايه ال ال المونيوم نترايد ايه ال ال المونيوم نترايد المونيوم نترايد بقى مش كبير طبعا يرفع درجه الصلابه جدا ووسيله التبريد هنا بتبقى ايه؟ غاز النيتروجين ونطلق عليه غاز النيتروجين بس العملية دي ممكن تقعد فيها 10 ساعات على ما تعمل طبقة قليلة مش عالية زي الكربون يعني زي التحت وطبعا تتميز العملية دي بإن بتديني درجة صلابة عالية جدا 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 طيب خلصنا كده خش كده ركب لسه يعمل ايه بقى؟ تفرجه بقى تروح تتفرج معاه كده واحد كده كام يا باشمهندس؟ واحد واربعين شيفينج 41 ده قبل عمليه الليتر ياخد منه شيفينج شيفينج يعني ايه؟ يحلق يوضبه يعني ايه شيفينج يعني؟ يعني عاوز يشيل الرايش اللي فيه قدامك بالشكل ادي الورك بيس رد على العمود والطول فوق بص بقى معايا ادي الترس بعد المشين الطول التاني راكبه فوق كده الشغلك ده سهل ده سهل انما الترس بقى له رايح راجع رايح راجع ولو في رايش موجود في السطح جوه في النهايات يبتدي يعمل لها عملية ايه؟ إزالة الغاز. يشيل الغاز. ده أول ذنب بيعمله. بعد ما شال الرايش
دخول بقى بالله المعلق دخول بقى بالله المعلق على الدنيا. بعد ما خلص المعلق على الدنيا دخل على التنوير دخل على مكان التنوير. مكان التنوير قدامه بيبقى بالدين دي كذا اسلوب تنوير. ايه؟ الايه الاولاني البروتين بتاع حجر الجو مطابق للامنيوت بتاع السر. يبقى بنركبها نجيب حجر الجو ده يخش يدلخ له اللي هي الفراغ ما بين كل سنتين. يدلخ الفراغ ما بين كل سنتين. ادي نظام بي. نظام تاني حجرين جرح الارتفاع عن بعض بالمسافه ال. حجر بيجلخ نص السن على الشمال والحجر من الناحيه الثانيه بيجلخ نص السن العامل بالزمان. بين الاثنين سن اثنين ثلاثه حدود ثلاث سنان بين بعض. وطبعا بيحركوا لحد ما يتلبق طول السن. ادي اسلوب. السلوك كامل اللي عندنا في 43. ايه الموجود بشكل 43 بيستخدم الحضارين؟ اللي عندك 43 ايه؟ بيدلك البدندم بتاع السن. دي البدندم برضه ولا ايه؟ نص السنه التحتان اللي هو البدندم اللي عملنا بيدلك الادندم بتاع كل سنه. يعني عندنا الادندم ماشي يا باشمهندس. في كمان عندنا الورم جيل. الورم جيل في العالم الحراري وفي بلاد لاين طويل واخد شكل الفراغ بتاع السنه في اللعنة دي. من مجموعة الأشكال اللي اتكلمنا عليها فوق دي كلها هي عبارة عن تكوين مين الرسول السنة. بعد ما قال خلاص خسر؟ لا لسه. عاوز يعمل عملية ايه يا باشمهندسين؟ ما بين عشان يقضي صرف ماء جدا للسنة بتاعت مين الرسول بتاعت بين المكنة بتاعت الولاد مكنة دي. يعني المكنة دي هي دي المكنة اللي بتعمل عبارة عن ايه مكنة الولادة دي؟ زي ما باين قدامك يا باشمهندس رقم أربعة ده الموتور. موتور موتور ده على ايدك الشمال طالع منه اثنين بيفل جير. اثنين بيفل جير. البيفل جير بيشغل لك رقم خمسة جيران. يعمل ايه الجيران؟ يجي لك على التيبل اللي هي نركب عليها الترس نركب عليها الترس يمين التيبل اهي كده كرسي هنا كرسي هنا وبينه معمود والعمود ده مركب عليه الترس ده يبتدي يعمل شد ورايح راجع ورايح راجع وخلي العده اللي راكبه فوق كده تعمل لك لافيه واللافيه هنا يحط معجون والمعجون ده يا باشمهندسين بيبقى عباره عن جريت. هو بيجيب لك ايه؟ صلب يبقى بيجيب لها جريت روح على ايه؟ مش مهندسها اللي هنا. طب الله يقف. ايوه انت يعني بتتحكم. طب الله يقف. ايوه الجريت روح على ايه؟ الجريت نحي بيجيبها كده معجونة بشمهندسين في شحن بشمهندس اللي جنبها جريس دي نوعها ايه؟ قال لك صلب جريس دي نوعها ايه؟ بشمهندس اللي هناك لابس اسود نوع الجريس دي ايه؟ ايوه نوعها ايه؟ طبعا انا بختار الناس اللي كانت نايمه الناس اللي كانت ساعه مش بقى في الجلسه نوعها ايه؟ والضار نصف نوعها ايه؟
ومضى الله مستنظرين تذكروا إيه ماتوا. بقول لا يعني أسبوع بس أسبوع الأسبوع الثاني من مايو في كام الشهر الأسبوع الثاني من مايو جبتحي سنة في الشهر كلام ده تقابل التجميل لما قال لك صل الجلسة نوعها بروار أنا وين مصر ابدو لسه أنا وين مصر بس بقى ما جيت جلسة الجلسة صايف للأكام كان معدية الألف المتين بضر معنى جدا عشان يعمل لي عملية ميلة بسؤالين فضل يا أبا قرروا على الشغل بقى قرروا على الشغل أنا عملت اللي عليه والله ولا حد يقدر يعمل أكثر من اللي عملت دور عليه في ناس ممكن يديها ست بيجي ست وعاوز يتكلم قدام عينه حد قال طبعا اللي هاخد سيرفيس العملي الشبوي يبقى قابلني ربنا قابلني ربنا ومسير الكلية بطل بقى النتيجة ما تقلش عن كده والقماشة اللي عندي تعبانة قماشة خربانة قماشة ما بتذاكرش قماشة قاعد بمدح بظهري يا راجل اللي كبير في السن والبشمهندس قاعد تشرب ابني مكنة دي يا باشمهندس بتعمل ايه للسنة لابنجة ما معنى كلمة لابنجة بالعشرة عليها عملية تحضير يعني بيدي سطح ناعم جدا يملي بالدروس اللي في السطح ناعم جدا وانا مش مهم ليه بنجيل يهمنا جدا ان درجة دخول السطح الدرس ناعم جدا لماذا؟ عشان ايه؟ لا عشان اسمع اولا يقابل الاحتكاك ماشي بس دي علاقه يخلي عمر الجيل بوكس قوي اقوى لان كل السطح ما فيش في تلامس بينهم السطح لما تفصله تحت كوب يا باشمهندس برضه السنة مثلا عامل كده خبط شوية على استطاع منك كده فده لما يبقى فيه فيجن ترسيل مع بعض عشان ايه الحتت دي تتقطع بسهولة وفي الحالة دي حصل لك يا باشمهندس وير عالي جدا هتلاقي عمر الجيل بوكس بتاعك ولا لا انا انت النهارده بتجيب مخرطه المخرطه الموجوده عندك تحت الورشه انا جيت امتحنت عليها وانا بالبكالوريوس سنه 64 لحد النهارده في الورشه شغال دي نتيجه يا باشمهندس جيل معموله بطريقه سليمه الجيل بوكس بالعربيه عمره قد ايه؟ يقول لك من عمره العربيه العملية قاعدة ما بقالها مثلا عملت 400,000 500,000 كيلو واثنين بوكس لأن معدل الوير في الدروس بيبقى قليل جدا 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 ودي جاي نتيجة إن الدرس تتعالجوا لو الصلاة يجملكوا وفي الآخر تعمل له عملية لا المره اللي بدا بشوي كتير تدخل السطح الاسنان ويبقى البارير السنه معدله قليل جدا 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 الزيوت تحت الدروس ما نعملش زي بعض الناس هم بيصعبوا عليا ليه؟ انا في حاجات عليك عشان المنظر يعني مثلا الزيت بتاع الجير بوكس بتاع العربية مطلوب بغيره كل 60,000 كل 60,000
قاعدين كان معاه عربية قال لهم القبر انت بتغير فلوس ضعف الناس المغاربة عليها من الأسرع ده انا عملت 150,000 كيلو وما غيرتوش تعالى غير يا محمد ابدع تعرف نزل الزيت ونوى زي الطحينة زي الطحينة طبعا بقى بخواصه كلها الزيت اي زيت لو عمر اضطرار فبقى سادتك تقول له اوه غني ويا دي الاستاذ هنا في الكليه مش ميكانيك صاحب الهروب طب يا عم اهرب بقى ما اقدرش اسيبه كده ومفروض الزيوت بقى المطور كل 10,000 لازم تهرب بقى لو زيت بتاع 10,000 في زيوت تانية 3,000 5,000 حسب بقى القط بيبقى عامل جدول كده وظبطها لأنك لو خرجت زودت العمر بالذات عندنا جو حر فبتعرض الزيت إنه البسكوس بتاعك تضيع بعد ما فيش الزيت لما تيجي في يوم من الأيام كده تلاقي البطون بيخبط طب اطلع اطلع من الناس كلهم يبقى بيشتغل العربية لو طبعا الكلام ده لو جديد بتيجي معاك الكتالوج بتاعك مكتوب فيه الصيانة تتبع خطوات الصيانة زي ما مكتوبة معاك عشان بطول يبقى أسرع عمره بقى بشوف جديد طويل لو ما نطرش الزيوت وعمال تجري وتبقع بيها شمال ويمين هيجي فيهم اوب فيفرت الزيت بقى غالي الايام دي اه بقول لك بجيب زمان الزيت في الشركه اللي هو بقى ب 600 جنيه اللي هو 10,000 النهارده دخل على 2000 جنيه 1900 وحاجه 1900 في كاسه 2000 جنيه بس لازم نغير انا انت غالي مش حاطك العربيه ان شاء الله هتاخد التربيه 40,000 العربيه على الصيانه اي عربيه لابد من عمل الصيانه الوقائيه لازم اكلمك اكلمك مش معاك فلوس انت كمان اتكلم بقى مشاغل الطاوله انت في المترو فما دون ذلك تبقى الاصلاحات بتاعتها غالية جدا جدا بعد كده الموضوع ضعف البخشن يعني الطبق بدل تحطوا له كله مفيش حاجة غلط زي ما احنا شايفين إن شاء الله من الحد للحد الجاي أجازة من بعد أجوك الدكتور حمدي ليش عشان يكونوا